السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم. يسر إدارة التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم أن تقدم لحضرتكم شرح مادة الرياضيات إن شاء الله في فرع الديناميكا، وهنكمل تطبيقات نيوتن الثاني اللي هي البقرات، وهناخد النهاردة التطبيق الثالث. قبل ما نخش على التطبيق الثالث، نفتكر التطبيق الأول اللي هو كان حركة مجموعة مكونة من جسمين يتدليان من طرفي خيط يمر على بقرة ملساء. كانت الرسمة بالشكل ده، في كتلتين كاف واحد وكاف اتنين، وبالتالي كان وزنهما كاف واحد دال وكاف اتنين دال. لو افترضت ان كاف واحد اكبر من كاف اتنين، يبقى اتجاه الحركة زي ما هو موضح بالرسم، الكتلة كاف واحد هتتحرك رأسيا لأسفل، والكتلة كاف اتنين هتتحرك رأسيا لأعلى. وقلنا طالما البقرة ملساء يبقى الشد في طرفي الخيط متساويين. فكنا بنعمل ايه؟ أول حاجة كنا بنكون معادلات الحركة. فأنا افترضت إن كاف واحد أكبر من كاف اتنين، فبكون معادلة الحركة للكتلة الأولى، هتبقى كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد في جيم. طب أنا بحدد الإشارات على حسب إيه؟ اللي مع اتجاه الحركة بتبقى إشارته موجبة، اللي ضد اتجاه الحركة بتبقى إشارته سالبة. يبقى الطرف في الأيمن بيمثل القوة المؤثرة على الجسم، كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد في جيم. الطرف الأيسر بيمثل الكتلة في العجلة. لو أنا بصيت على الكتلة كاف اتنين، هلاقي الشد في اتجاه الحركة الأعلى، واللي بيعمل في عكس اتجاه الحركة اللي هو كاف اتنين دال، يبقى شين ناقص كاف اتنين دال بيساوي كاف اتنين في جيم. زي ما قلنا، اللي معاك ناقص اللي ضدك بيساوي كتلتك في عجلتك، يعني اللي مع اتجاه الحركة ناقص اللي ضد اتجاه الحركة بيساوي الكتلة في العجلة. لو جمعت المعادلتين واحد واتنين، الشد هيتحذف، ومن هنا هقدر اطلع العجلة. فالعجلة في الاخر هتساوي ايه؟ كاف واحد ناقص كاف اتنين مضروبين في دال على مجموع الكتل. واتفقنا قبل كده ان المقام دايما بيبقى عبارة عن مجموع الكتل. وفي الحالة دي كنا قلنا الضغط على البقرة بيساوي اتنين شين. الشين ممكن أجيبها بأي من المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، وبالتالي أقدر بعد ما أجيب العجلة أجيب الشد من خلال المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية، وبعد ما أجيب الشد ممكن بالتالي أجيب الضغط. واتكلمنا عن حالة قطع الخيط، وقلنا في حالة قطع الخيط الكتلة كاف واحد بتتحرك لأسفل بعجلة الجاذبية الأرضية، والكتلة كاف اتنين بتتحرك لأعلى بعجلة تقصيرية إلى أن تقف وقوف لحظي بسرعتها النهائية تساوي صفر، وترجع ترتد لأسفل مرة تانية. ده بالنسبة لي كان التطبيق الأول. بعد كده اتكلمنا عن التطبيق الثاني، والتطبيق الثاني كان عبارة عن إيه؟ جسم محطوط على نضد أفقي، وجسم متدلي رأسيا لأسفل، والاتنين متوصلين بخيط يمر على بقرة ملساء زي ما هو موضح بالشكل اللي قدام. طبعا هنا عندنا حالتين بالنسبة للنضد الأفقي. هنتكلم الأول لو النضد الأفقي ده كان أملس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا، طالما ده أملس يبقى مفيش قوة الاحتكاك في الاتجاه المضاد للحركة. هنا بس في شد في الخيط، وهنا بالنسبة للكتلة كاف واحد وزنها الأسفل كاف واحد دال، وفي شد في طرف الخيط اللي هو الشين، والكتلة كاف اتنين بتأثر على قوة الشد فقط اللي هي شين. طبعا هنا في رد فعل عمودي، باعتبار ان النضد ده أملس يبقى رد الفعل العمودي اللي هو ر هيساوي كاف اتنين دال. برضو كنا بنكون معادلة الحركة لكل كتلة من الكتلتين. فالمعادلة الأولى كانت كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد في جيم.
طب بالنسبة للكتلة كاف اتنين هتبقى معادلتها ايه؟ مفيش غير شين، لأن مفيش قوة تانية بتأثر على الكتلة، هتساوي كاف اتنين في جيم. لو جمعت برضو المعادلتين هوصل في الآخر إن العجلة بتساوي ايه؟ كاف واحد دال على كاف واحد زائد كاف اتنين. وبرضو كنا اتكلمنا في حال قطع الخيط، الكتلة المتدلية اللي هي كاف واحد هتتحرك بعجلة، عجلة الجاذبية الأرضية الأسفل، والكتلة كاف اتنين هتتحرك بسرعة منتظمة على النضد طالما النضد ده أملس. وقلنا في حالة اللي هي الضغط في الحالة دي بيساوي جذر اتنين شين. نتكلم على لو كان النضد أفقي خشن، في الحالة دي هنزود في الاتجاه المضاد الحركة اللي هو قوة الاحتكاك، اللي هو كان بيساوي ميم كاف ر، وميم كاف دي معامل الاحتكاك الحركي، ور اللي هو رد الفعل، اللي هو بيساوي رد الفعل العمودي اللي هو أصلا بيساوي كاف اتنين دال. والكتلة المتدلية اللي هي كاف واحد دال ناقص الشين اللي هي يعتبر الشد بالنسبة للقوة المؤثرة على كاف واحد. فبالتالي برضو كنت بكون معادلات الحركة، فقلت كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد جيم، دي معادلة الحركة للكتلة الأولى. الكتلة التانية هيبقى شين ناقص ميم كاف ر اللي هو قوة الاحتكاك الحركي بتساوي كاف اتنين في جيم. طبعا هنا تلاحظ ان انت لازم تشيل الر وتعوض عليها بكاف اتنين دال عشان تقدر تكمل المعادلة. فانا هعوض على الر بكاف اتنين دال، وفي المعادلة رقم اتنين هنوصل بعد الجمع الشين هتتحذف، وهيبقى عندك الجيم بتساوي كاف واحد ناقص ميم كاف اللي هو معامل للاحتكاك الحركي في كاف اتنين مضروبين في دال على مجموع الكتل اللي في المسألة عندك اللي هو كاف واحد زائد كاف اتنين. يبقى نقول تاني، ادي معادلة الحركة كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد في جيم. طب المعادلة التانية شين ناقص ميم كاف ر بتساوي كاف اتنين في جيم. طب انا هعمل ايه في الر؟ الر بتساوي كاف اتنين دال، هعوض بيها واجمع المعادلتين مع بعض، هلاقي ان الشين تتحذف، هاخد الدال عامل مشترك، هيبقى كاف واحد ناقص ميم كاف مضروبة في كاف اتنين على كاف واحد زائد كاف اتنين، هتطلع لي العجلة. طبعا دي العجلة اللي بتتحرك بيها المجموعة ككل، سواء الكتلة المتدلية سواء الكتلة اللي موضوعة على النضد الخشن. في حالة قطع الخيط كاف واحد دال هتتحرك رأسيا بعجلة الجاذبية الأرضية، كاف اتنين هتتحرك بعجلة تقصيرية نقدر نجيبها من العلاقة اللي هو سالب ميم كاف ر بتساوي كاف اتنين في جيم، وعوض عن الر بكاف اتنين دال، وأطلع قيمة العجلة التقصيرية اللي بيتحرك بيها الجسم. نتكلم بقى على التطبيق التالت. التطبيق التالت هيتكلم على ايه؟ حركة مجموعة مكونة من جسمين متصلين بطرفي خيط، احدهما يتحرك على مستوى مائل بزاوية قياسها ه على الافقي، والاخر يتحرك رأسي. طبعا لازم اول حاجة نتخيل الرسم اللي احنا بنتكلم عليه ونقدر نرسمه. ادي الرسمة اللي عندي اهي، ادي كاف واحد المتدلي رأسي، يبقى هنا في كاف واحد دال اللي هو الوزن، وهنا في شد. طب نيجي لكاف اتنين اصول، هنا بيبقى فيه كاف اتنين دال اللي هو وزن، بتتحلل الى مركبتين، كاف اتنين دال جاه وكاف اتنين دال جتا ه، وادي رد الفعل العمودي، وادي الشد في طرفي الخيط متساوي. دي المعلومات اللي هتهمنا في تكوين المعادلات عشان نقدر نتعامل مع المسألة. طبعا احنا هنا ما نقدرش نحدد اتجاه الحركة الا بالمقارنة ما بين كاف واحد كاف اتنين دال جاه، ايهما اكبر هتكون الحركة في اتجاهه. نقول تاني، احنا عشان قبل ما نحل المسألة نحدد اتجاه الحركة، هل الحركة
كفات هتتحرك رأسيا لأسفل، وبالتالي قاف اتنين كاف اتنين هتتحرك على المستوى الأعلى، أم كاف اتنين دال جا هي هيكون الحركة في اتجاهها، وبالتالي الكتلة المتدلية رأسيا هتتحرك لأعلى. فقلنا هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إن كاف واحد أكبر من كاف اتنين جاهي زي ما قلنا هنقارن. في الحالة دي إيه؟ كاف واحد هتتحرك رأسيا لأسفل لأن هي الكتلة، وبالتالي الوزن بتاعها هيكون أكبر من وزن الكتلة التانية. فبالتالي كاف واحد زي ما قلنا تتحرك رأسيا لأسفل، وبالتالي كاف اتنين هتتحرك لأعلى المستوى. هتيجي تكون معادلات الحركة. معادلة الحركة الأولى كاف واحد دال ناقص شين بتساوي كاف واحد في جيم. طب معادلة الحركة التانية هتبقى عبارة عن إيه؟ شين ناقص كاف اتنين دال جاه بتساوي كاف اتنين في جيم. طبعا احنا هنا بنتكلم على إن النضد ده نضد أملس مفيهوش قوة احتكاك. لو جمعت المعادلتين الشين هتتحذف، وناخد الدال عامل مشترك، هنوصل ان الجيم بتساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين جاه بين قوسين كده مضروبين في دال على مجموع الكتل اللي هو كاف واحد زائد كاف اتنين. يبقى هي الفكرة كلها واحدة في جميع المسائل تطبيقات نيوتن اللي فيها البكرات. ايه هي الفكرة؟ اول حاجة بكتب معادلة حركة الكتلة الاولى ومعادلة حركة الكتلة التانية بعد ما حدد اتجاه الحركة. واول حاجة في المسألة دي عشان تقدر تكملها ان انت بتجيب العجلة، فيفضل ان انت تبقى عارف القانون بتاع العجلة مباشرة، تروح كاتبه ومعوض هتطلع معاك الاجابة على طول. اتعودت ان انت تكتب معادلات الحركة وبعد كده تحل براحتك مفيش اي مشكلة. لكن احنا عندنا هنا قانون اهو، جيم بتساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين جاه مضروبين في دال على مجموع الكتل اللي هو كاف واحد زائد كاف اتنين. طبعا احنا لسه هنجيب الحالة التانية اللي هي ادي الرسمة، نفس الرسمة اللي بنتكلم عليها، ولكن هنا هنتكلم على حالات تانية. ايه الحالة التانية دي؟ طب افرض ان كاف واحد بتساوي كاف اتنين جاه، ايه اللي هيحصل؟ المجموعة تتحرك حركة منتظمة او تظل ساكنة. يبقى انت عندك لو قارنت لقيت الاتنين دول بيساوي بعض، يبقى اعتبر ان المسألة دي حالة اتزان او الجسم بيتحرك حركة منتظمة. نيجي للحالة الثالثة، الاحتمال الثالث، ان كاف واحد تطلع اقل من كاف اتنين جاه، ودي الرسمة او الشكل اللي موضح عندك. ففي الحالة دي هتتحرك الكتلة كاف اتنين على المستوى الاسفل، وتتحرك الكتلة كاف واحد رأسيا لأعلى. تمام؟ يبقى كاف واحد هتتحرك رأسيا لأعلى، وكاف اتنين هتتحرك لأسفل المستوى. برضو هنكون معادلة الحركة. طبعا هنا الإشارات هتختلف. يبقى احنا عندنا بالنسبة للكتلة الأولى شين ناقص كاف واحد دال بتساوي كاف واحد في جيم، والمعادلة التانية هتبقى ايه؟ ما هي بتتحرك الكتلة الأسفل، يبقى كاف اتنين دال جاهي ناقص الشين بتساوي كاف اتنين في جيم. برضو هجمع المعادلتين، هتطلع لي الجيم هنا بقى معكوسة في الإشارة عن الحالة الأولى اللي احنا قلناها، هتبقى كاف اتنين جاهي ناقص كاف واحد مضروبة في دال على كاف واحد زائد كاف اتنين. نراجع الثلاث كلمات اللي احنا قلناها. لو الرسمة جت لنا بالشكل ده، أول حاجة نحدد اتجاه الحركة. طب اتجاه الحركة بتتعمل ازاي؟ بنقارن ما بين حاجتين، ما بين كاف واحد وكاف اتنين جاهي، أيهما أكبر تبقى الحركة في اتجاه. فإذا كان كاف واحد أكبر من كاف اتنين جاهي، في الحالة دي الكتلة كاف واحد بتتحرك رأسيا لأسفل، وكاف اتنين بتتحرك على المستوى لأعلى. إذا كان العكس، كاف اتنين جاهي أكبر من كاف واحد، هتتحرك كاف اتنين جاهي على المستوى الأسفل، وهتتحرك كاف واحد رأسيا لأعلى. وسواء الحالة الأولى أو الحالة الثالثة بنوجد العجلة
حسب معادلات الحركة اللي انت هتكونها. الحالة المحايدة اللي هو الاتنين يساوي بعض، يبقى المجموعة دي تتحرك حركة منتظمة أو تظل ساكنة. نتكلم على شوية ملاحظات. طبعا رد فعل المستوى هنا اللي هو ر اتنين بيساوي ايه؟ ر اتنين اللي هو رد الفعل العمودي على المستوى المائل هيمثل اللي هو كاف اتنين د ج ه، عشان لو طلب في مسألة رد الفعل العمودي على المستوى المائل. الضغط على البقرة بيساوي ايه؟ ده قانون تحفظه، ش جذر اتنين في واحد زائد ج ه، زي مكتوب قدام حضراتكم. يبقى لازم تجيب لو طلب رد الفعل بتاع المستوى زي ما وضح بالرسم اللي هو ر تساوي كاف اتنين د ج ه، والضغط بيساوي ش في جذر اتنين في واحد زائد ج ه. النقطة الثالثة، إذا كان الجسمان في مستوى أفقي واحد وطرقة المجموعة تتحرك مسافة ف، أنا عايز أعرف المسافة الرأسية ما بين الكتلتين هتساوي إيه؟ هنطبق في القانون ايه هي المسافة الرأسية هتبقى فيه مضروبة في واحد زائد ج ه. يبقى الثلاث حاجات دي قوانين، قانون ازاي اجيب رد فعل المستوى هيساوي كاف اتنين د ج ه، الحاجة التانية ازاي اجيب الضغط على البقرة اللي هو ض هيساوي ش مضروبة في جذر اتنين في واحد زائد ج ه، والكلام دوت هيجي من خلال ايجاد الشد الاول من معادلة الحركة لأي من الكتلتين. تالت حاجة، ازاي اجيب المسافة الرأسية لو سألني؟ هقول لك ف مضروبة في واحد زائد ج ه، حيث ه زاوية ميل المستوى على الأفقي، وف هي المسافة التي تحركتها كلا من الكتلتين. طبعا لو في بقى في مستوى خشن هتظهر قوة الاحتكاك اللي هي ميم كاف ر، وهتكون في عكس اتجاه الحركة، وبالتالي هتكون معادلات جديدة تستخدمها وتدخل فيها قوة الاحتكاك. نيجي هنا، افرض ان انا عندي الزاوية بين طرفي الخيط بيساوي ي، وعايز اجيب الضغط على البقرة. في الحالة دي الضغط على البقرة بيساوي اتنين ش جتا ي على اتنين، يبقى الضغط في الحالة دي الضغط على البقرة اللي هو ضاد بيساوي اتنين ش جتا ي على اتنين. ادي يعتبر ملخص الجزء النظري فيما يتعلق بالتطبيق الثالث لنيوتن. نيجي ناخد امثله بسيطه، مستوى مائل املس والبيانات كما بالرسم. ادي الرسم اللي هو مديها لك. طبعا واضح ان الكتلتين دول متساويتين، دي كاف ودي كاف، وبالتالي دي كاف دال. المستوى يميل على الافق بزاويه قياسها 30، في شد في طرفي الخيط زي ما حضراتكم شايفين، وادي في رد الفعل. هو عايز عجلة المجموعة تمن دال ولا ربع دال ولا نص متر على الثانية تربيع ولا واحد متر على الثانية تربيع. النقطة الثانية، طالب الشد في طرفي الخيط بالنيوتن، هل ربع كاف دال ولا نص كاف دال ولا ثلاث أرباع كاف دال ولا كاف دال. النقطة الثالثة، عايز مقدار الضغط على البقرة بالنيوتن، هل 3 على 2 كاف دال ولا 3 على 4 جذر 2 كاف دال ولا 3 على 4 جذر 3 كاف دال ولا 3 على 4 جذر 5 كاف دال. نلاحظ ان كل المسائل دي او المطلوب دوت كله تطبيق مباشر على القوانين، عشان نعرف ازاي هنكتب القانون ونطبق عليه، وبعد كده ناخد مسائل مختلفة شوية. يبقى أنا عايز أتدرب إزاي أجيب العجلة، إزاي أجيب الشد، إزاي أجيب الضغط. طبعا الكاف دي هتتحلل لكاف د ج ه، وأدي اتجاه الحركة الموضح بالرسم. نيجي بقى لحل المسألة. يبقى أنا خلاص أنا اعتبرت الكاف د ده كان وزن اتحلل لمركبتين زي ما عملنا في مسائل سابقة قبل كده. يبقى دي كاف د ج 30 مع المستوى، وهنا كاف د ج 30 في الاتجاه العمودي على المستوى، وطبعا في رد الفعل وادي الشد. قدامك طريقتين للحل. الطريقه الاولى ان انت بتكون معادله، اول حاجه زي ما اتفقنا ان احنا بنقارن ما بين
الكتلتين أيهما هيكون أكبر عشان أحدد اتجاه الحركة. وبالتالي بكون معادلتين الحركة، وبعد ما أكون معادلتين الحركة بجمعهم بتتحذف الشين، بقدر أجيب العجلة وبقدر أكمل بعد كده المطلوبين التانيين. أنا هنا مباشرة هجيب العجلة من القانون اللي إحنا قلناه. قلنا إيه القانون؟ ج بتساوي كاف واحد ناقص كاف اتنين ج في د على كاف واحد زائد كاف اتنين. طب أنت عرفت منين؟ أه عرفت، لأن دي كاف د ودي كاف د جا 30، جا 30 بنص، يعني دي نص كاف د ودي كاف د، يبقى اتجاه الحركة الكتلة دي هتتحرك رأسيا لأسفل، والكتلة الموضوعة على النضد هتتحرك على المستوى المائل في أعلى. وبالتالي هنا هعوض مباشرة، يبقى دي كاف واحد اللي هي كاف، كاف اتنين جاه جاه اللي هي جا 30 بنص، والكتلة أصلا كاف بقت نص كاف، كل ده مضروب في إيه؟ في دال على مجموع الكتل اللي هو كاف زائد كاف هيبقى اتنين كاف. فحضرتك لما تيجي تختصر هتطلع الإجابة ربع دال وحدة عجلة أيا كانت. أدي أول حاجة إزاي هجيب العجلة. طب إزاي هجيب الشد؟ هكون بقى معادلة من المعادلتين، ولتكن معادلة الجسم المتدلي رأسيا كاف د ناقص ش بتساوي كاف ج. هاخد الكاف عامل مشترك وأخلي الش في طرف لوحده، يبقى الش هتساوي كاف مضروبة في د ناقص ج، يبقى الش بتساوي كاف في د. طب الج بإيه؟ بربع د. طب د ناقص ربع د هتساوي تلات أرباع د، هنضربها في الكاف يبقى الش بتلاتة على أربعة كاف دال. نقولها تاني، أنت كونت معادلة الحركة للكتلة المتدلية كاف دال ناقص ش بتساوي كاف في ج. أنا عايز منك الشد، افصلها في طرف لوحده، يبقى الشد بيساوي كاف دال ناقص كاف ج، خد الكاف عامل مشترك يبقى كاف في دال ناقص ج. تمام، نعوض عن الجيم بربع دال، ولما نطرحها من الدال تطلع تلات أرباع دال، نضربها في الكاف يبقى الشد بيساوي تلاتة على أربعة كاف دال. يبقى أنت كده عرفت إزاي هتجيب العجلة وإزاي هتجيب الشد. نيجي بعد كده، طب الضغط قانونه إيه؟ الضغط بيساوي ش جذر اتنين في واحد زائد ج. هنشيل الشين ونحط مكانها تلاتة على أربعة كاف دال. اتنين في واحد، طب جاه اللي هي جا كام؟ جا 30. طبعا سهل إن أنا أستخدم الآلة وأطلع قيمة الجذر ده، هتطلع بجذر تلاتة، يبقى هتطلع الإجابة تلاتة على أربعة جذر تلاتة كاف دال. يبقى زي ما قلنا المسألة دي الهدف منها التدريب على القوانين، وازاي اجيب ثلاث حاجات، ازاي اجيب عجلة، ازاي اجيب شد، ازاي اجيب الضغط على البقرة. نيجي للمسألة التانية، بيقول في الشكل المقابل بدأت المجموعة من الحركة من السكون عندما كانت الكتلتان في مستوى أفقي واحد، عندما تقطع كل منها مسافة كل منهما مسافة 20 سنتي، يصبح البعد الرأسي بينهما كام سنتيمتر؟ ادي الرسمة اللي عندك، الاتنين في مستوى افقي واحد، وعايز المسافة الرأسية بينهما لو كل واحدة قطعت 20 سنتي. طبعا برضو ده تطبيق مباشر، ادي الاختيارات 10 20 30 40. طبعا ده تطبيق مباشر اللي هو المسافة الرأسية قانونها ايه؟ فهم في واحد زائد جاهي، يبقى هعوض عن الفه بكام؟ هو قال لي 20. طب والجا كام؟ هتبقى جا 30، يبقى هضرب 20 في 1 زائد جا 30، هتطلع الإجابة 30 سنتيمتر. نيجي برضو المسألة التالتة، يقول لي في الشكل المقابل بقرة صغيرة ملساء مثبتة، قياس الزاوية بين فرعي الخيط 120 درجة، وهشين مقدار الشد في كل من فرعي الخيط، عايز الضغط على محور البقرة، ومديني الرسمة بالشكل ده، ومديني الاختيارات بالشكل ده.
طب هل في قانون للموضوع ده؟ حد فاكر القانون اللي احنا قلناه؟ ايه هو؟ الضغط بيساوي 2 ش جتا ايه على 2، يبقى 2 ش جتا الزاوية بينهم 120، 120 على 2 ب60، جتا 60 بنص، النص تتحسب مع الاتنين، يبقى الضغط هيساوي ش، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون الإجابة ب. طبعا أدي أول 3 مسائل طبقنا فيها كل القوانين اللي احنا قلناها. قلنا القانون ازاي بنجيب العجلة، ازاي بنجيب الشد، ازاي بنجيب الضغط، ده في الحالة العادية. وبعدين اتكلمنا ازاي بنعوض في المسافة الرأسية، وادي 5 حاجة ازاي نجيب الضغط على البكرة اذا علمنا الزاوية كما بالشكل الموضح. نيجي للسؤال الرابع، بيقول مستوى مائي الأملس يميل على الأفق بزاوية جبهة 2/3، وضع عليه جسم كتلته 210 جرام، وربط بخيط خفيف يمر على بقرة صغيرة ملساء عند قمة المستوى، ويحمل في طرفه كفة ميزان كتلتها 70 جرام، وعليها جسم كتلته 210 جرام. فإذا بدأت المجموعة حركتها من السكون، فأوجد الضغط على الكفة بوحدة الثقل جرام. وإذا أبعد الجسم عن الكفة بعد 7 ثواني من بدء الحركة، فأثبت إن المجموعة تسكن لحظية بعد مضي 8 ثواني أخرى. الأول نشوف الرسم. أول حاجة آدي الزاوية أهي، اللي هي المستوى بيميل عليها، ويجيب الزاوية دي اللي هي جاية اهي ب2/3. النقطة التانية ادي 210، طبعا اتحللت ل210 دال جاية اهي، و210 دال جت اهي، انا مش محتاج ال210 دال جت اهي، فبالتالي انا ما كتبتهاش على الرسم. ورد الفعل اهو ر، برضو مش مطلوب في المسألة. وادي كفة الميزان اهي، الرسمة دي البسيطة دي 70 جرام، ومحطوط فيها كتلة مقدارها 210 جرام. إذن الكتلة الكلية 280، يبقى وزنها 280 دال. ده بالنسبة للجسم المتدلي، يعني هنا بنجيب إجمالي الكتلة ونضربها في عجلة الجاذبية الأرضية. النقطة التانية اللي هي 210 دال ديت، اللي هي محطوطة على المستوى المائل، هتتحلل 210 دال جاهي. طبعا لما اجي اقارن ال 280 دال اكبر ولا ال 210 دال جاهي اكبر، هتطلع ال 280 دال اكبر، يبقى اتجاه الحركه زي ما احنا موضحين في الرسم. ادي بالنسبه للشكل. فهو بيقول ايه؟ اذا بدات المجموعه حركتها من السكوت، عايز الضغط على كفه بوحده الثقل جرام، عايز الضغط على الكفة فقط. خلاص احنا شرحنا الرسم ووضحناها، يبقى ال 280 دال اكبر زي ما قلنا من 210 دال في جاهي اللي هي 2/3، يبقى الكتلة على المستوى تتحرك لإيه؟ لأعلى. العجلة بقى قلنا بتساوي ايه القانون؟ احفظ كده القانون، كف 1 ناقص كف 2 جاهي مضروبة في دال على كف 1 زائد كف 2. قول تاني القانون، كف 1 ناقص كف 2 جاهي مضروبة في دال على كف 1 زائد كف 2، يبقى 280 اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو يعتبر الكتلة مع الكفة مع بعض، ناقص 210 جاهي اللي هي 2/3 في دال على 280 زائد 210، لما تعوض عن الدال ب 980 سنتيمتر على الثانية تربيع، هتطلع العجلة 280 سنتيمتر على الثانية تربيع. كده انت جبت العجلة. طب الراجل ده عايز للكتلة 210 على الكفة، هنتعامل معاها ازاي ديت؟ هنتعامل معاها كالتالي، هنجيب معادلة الحركة، ملناش دعوة بقى بال 280 كلها، لا احنا نتكلم ايه؟ بتتكلم على 210
يبقى 210 د اللي هي 980 ناقص ضاد بتساوي 210 ج، ومنها اقدر اطلع الجيم. او انا طلعت الجيم يبقى انا هطلع منها الضاد، هعوض عن الجيم ب 280، هتطلع الضاد ب 147 الف داين. طب هو مش عايز الاجابه بالداين، ده هو عايز الاجابه بالثقل كيلو، بالثقل جرام. طب عايزها بالثقل جرام هنقسم على ايه؟ هنقسم على 980 بعد ما تطلع الاجابه بتاعتك، هتطلع الاجابه 150 ثقل جرام. ده بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو كان عايز الضغط على البقر. طب الجزء الثاني من السؤال ايه؟ قال لك لا، ده الكتله كمان دي اللي هي الموضوع على الكفه دي هتتشال. شوف الجزء الثاني كده، بعد 7 ثواني نجيب سرعه المجموعه ن بتساوي ن صفر زائد ج نون، هنعوض هتبقى ان صفر هم بتحركوا من السكون، العجله جبتها ب 280 وهو مديك الزمن بعد 7 ثواني، فهتطلع السرعه 1960 سنتيمتر على الثانيه. نيجي بقى عند ازاله الجسم من الكفه، هتتحرك المجموعه بعجله ج واحد تختلف عن الحاله الاولى، تمام، بس هتبقى عجله تقصيريه. ليه؟ انت شلت ال 210 من الكفة، هيتفضل كام؟ هيتفضل 70، بس الجسم مش هيرتد على طول، أو اتجاه الحركة هيرتد على طول، هيتحرك بعجلة تقصيرية إلى أن يقف سكون لحظي، وبعد كده هترجع المجموعة تغير اتجاه حركتها. فهنا في الحالة دي هجيب العجلة الجديدة، كاف واحد ناقص كاف اتنين دال جاهي على كف واحد زائد كف اتنين، هتعوض هتطلع العجلة بسالب 245 سنتيمتر على الثانية تربيع. طب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول عين، هو عايز بقى يقول انها سكنت سكون لحظي بعد زمن قدره 8 ثواني. طالما هتسكن سكون لحظي يبقى السرعة النهائية بإيه؟ بصفر، والسرعة الابتدائية اللي انت جبتها 1960 هتساوي سالب 245 اللي هي العجلة الجديدة في نون اللي هو الزمن، ومنها طلع نون بتساوي 8 ثواني. يبقى نقول هو دلوقتي بعد 7 ثواني هجيب السرعة، تمام، اللي بعدها اتزال الجسم اللي موجود أو الكتلة اللي موجودة على كفة الميزان، فبنبتدي نجيب عجلة جديدة. طب العجلة الجديدة دي ايه؟ عبارة عن حكايتها ايه؟ هي عجلة تقصيرية، لان شيء طبيعي ان الجسم هتقل سرعته. طب هكتبها ازاي؟ يبقى 70 ناقص 210 جاهي اللي هي الكتلة التانية في دال على مجموع الكتل، هتطلع العجلة بسالب 245 سنتيمتر على الثانية تربيع. انا عايز اعرف هو هيسكن سكون لحظي بعد قد ايه؟ حطيت السرعه النهائيه بصفر، والسرعه بعد ما شلنا الكتله اللي هي على كفه الميزان اللي انا جبتها 1960 ناقص عوضت عن العجله ب 245 في نون، طلعت نون بتساوي 8 ثواني زي ما هو قال في المساله. نيجي للسؤال التاني، بيقول جسم كتلته 3 كيلو جرام موضوع عند أسفل نقطة في مستوى مائي الأملس، طوله 210 سنتيمتر وارتفاعه 140 سنتيمتر، يتصل هذا الجسم بجسم آخر كتلته 4 كيلو جرام بواسطة خيط طوله 210 سنتيمتر منطبق على خط أكبر ميل للمستوى، وتدلى الجسم الآخر عند حافة المستوى العليا، وبدأت المجموعة حركتها من السكون حتى وصلت الكتلة الكبرى إلى الأرض واستقرت في حالة سكون. أوجد المسافة التي تتحركها الكتلة الصغرى على المستوى قبل أن تقف، بفرض أن حركتها لم تتأثر
وتصادم الكتلة الكبرى مع الأرض. طبعا هي المسألة يعني اللي يقراها كده يقول ده واخد الصفحة، تعالى نرسمها كده ونشوف حكايتها ايه. ادي بمنتهى البساطة، ادي الجسم اللي كتلته 3، هتحلل لمركبتين للوزن 3 د جاهي و3 د جتاهي، ادي اول حاجة. طيب النقطة التانية، الطول بتاع المستوى ده كام؟ 210، والارتفاع كام؟ 140. يعني انا دلوقتي ممكن اجيب جاهي مقابل على وتر، يعني 140 على 210 تطلع بعد الاختصارات 2 على 3، يبقى انت عرفت جاهي بكام. يتصل هذا الجسم بجسم اخر، ادي الاربعة خلاص بقى ده 4 د. طب انا عايز احدد اتجاه الحركة، يبقى انت عندك 4 د اكبر ولا 3 د جاهي؟ هتلاقي ان الاربعة د اكبر من 3 د جاهي، وبالتالي اتجاه الحركة موضح على الرسم زي ما انا حاطط لك اتجاه الحركة اللي هي ج اهو. الكتلة 4 تتحرك رأسيا لأسفل، والكتلة 3 تتحرك على المستوى لأعلى. بدأت المجموعة، خلاص عرفنا الرسمة والتحاليل والأبعاد، استفدنا منها إيه والكلام ده كله. بدأت المجموعة حركتها من السكون، يبقى السرعة الابتدائية بصفر، حتى وصلت الكتلة الكبرى إلى الأرض. في حالة وصول الكتلة الكبرى إلى الأرض، ده اللي هو حالة ارتخاء الخيط أو إن الخيط ده اتقطع، اعتبره كده. هيجي لك في مسألة يقول لك إن الكتلة وصلت أو استقرت على الأرض في حالة سكون، إذا مش هترجع لها رجعة تانية، يبقى خلاص حصل ارتخاء في الخيط، فأنت تتعامل معاه على إنها حالة قطع خيط. أوجد المسافة التي تتحرك الكتلة الصغرى على المستوى قبل أن تقف، يبقى أنا طالب مسافة. وعايز يقول لك إن كون الكتلة الأولى اصطدمت بالأرض ما أثرتش على الكتلة اللي هي متحركة على المستوى المائل. آدي 140 و210، قلنا هنطلع منهم جاهية هتطلع باتنين على تلاتة، تمام؟ قلنا أول حاجة بنجيب العجلة زي ما خدناها أو زي ما إحنا قلناها في كل المسائل اللي فاتت، يبقى كف واحد ناقص كف اتنين جاهي مضروبة في د على كف واحد زائد كف اتنين، هتبقى 4 ناقص 3 في 2 على 3 د على 4 زائد 3، د هنا ب 9.8، لأن الكتلة بالكيلو جرام، هتطلع 2.8 متر على الثانية تربيع. نيجي بقى لما يكون عند وصول الكتلة 4 إلى سطح الأرض، هيبقى عند تربيع بتساوي برضو عند صفر تربيع زائد 2 ج ف. انت عندك هو بدأت بالصفر وعندك عجلة وعندك المسافة الرأسية اللي هي ارتفاع المستوى اللي هي قال لك ب 140، اعتبرناه 1.4 متر، منها طلع السرعة لحظة وصول الكتلة إلى الأرض، سرعة المجموعة دي كانت 2.8 متر على الثانية. طب بعد كده الكتلة 3 دي هتكون معدل حركة ليها بقى هتبقى عبارة عن إيه؟ ناقص 3 د جاهي بتساوي ك في ج، لأن أنا قلت لما توصل الكتلة المتدلية للأرض في الحالة دي كأنه حالة قطع خيط، فطالما في حالة قطع خيط يبقى الشد بيساوي صفر، يبقى أنت ما عندكش غير القوة التانية المؤثرة عليه اللي هو 3 د جاهي، وفي عكس اتجاه الحركة فالعجلة هنا هتكون سالبة. هعوض، يبقى عند تربيع بقى اللي هي السرعة النهائية كانت سكنة سكون لحظي بتساوي عند صفر اللي انت جبتها 2.8 تربيع زائد 2 في جيم اللي هي سالب 98 على 15 في ف، ومنها هقدر اجيب الف بتساوي 6 متر. يجي للسؤال الاخير، بيقول لي في الشكل المقابل كتلتان 40 جرام و30 جرام مربوطتان في نهايتي خيط خفيف يمر على بقرة صغيرة ملساء عند قمة مستويين أملاسين متقابلين مائلين على المستوى الأفقي بزاوية قياسها 30 كما مبين بالشكل أهو. آدي الشكل اللي هو مدهوني. حفظت المجموعة في حالة اتزان عندما كان الجسمان على خط أفقي واحد وجزء الخيط مشدودين.
فإذا تركت المجموعة تتحرك من سكون، أوجد عجلة الحركة والمسافة الرأسية بين الجسمين بعد ثانية واحدة من بدء الحركة. طبعا أنت هنا بتحلل الـ40، هتبقى 40 د ج ه، والتانية 40 ولا 30 د ج ه، لأن الكتلة التانية 30، وبالتالي اتجاه الحركة هيكون مع في اتجاه المستوى المائل للكتلة 40، دي هتتحرك لأسفل، والكتلة 30 هتتحرك على المستوى المحطوط عليه لأعلى. بعد كده هنجيب العجلة، هتبقى عبارة عن إيه؟ اللي معاك اللي هو كف واحد جاهي ناقص اللي ضد اتجاه الحركة اللي هو كف اتنين جاهي، اللي هي 30 في د على كف واحد زائد كف اتنين. هعوض بالأرقام، كف واحد بـ40 يبقى 40 جاهي، وكاف 2 ب30 برضو جاهي، والزاويتين في كلتا الحالتين متساويتين في القياس، كل واحدة 30 درجة على مجموع الكتل اللي هو 40 زائد 30. هتطلع العجلة اللي هو كان طالبها ب70 سنتيمتر على الثانية تربيع. بعد ثانية واحدة هتبقى فيه بتساوي ايه؟ عند صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. دي المسافة اللي هتتحركها كل كتلة على المستوى اللي هي عليه، مش المسافة الرأسية، خلي بالك. فلما تعوض هتعوض فيه بتساوي السرعة الابتدائية بصفر زائد نص جيم اللي انت جبتها ب70، والزمن ثانية تطلع 35 سنتيمتر، دي المسافة. يبقى كل كتلة تحركت مسافة رأسية هتبقى عبارة عن ايه؟ فيه جاهي، تمام؟ وبالتالي هتكون المسافة الرأسية هتبقى 2 في 35 في ج 30، اللي هي هتطلع في الآخر ج 30.5، نختصرها مع الاتنين هتطلع المسافة الرأسية عبارة عن 35 سنتيمتر. يبقى نقول تاني، كل كتلة هتتحرك مسافة رأسية فيه جاهي، يبقى المسافة الكلية ما بين الكتلتين 2 في جاهي، يعني 2 في 35 في جا 30 اللي هي بنص، تطلع ب35 سنتيمتر. وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. كان معكم الأستاذ مجدي إمام، موجه الرياضيات بالوزارة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق وتمنيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.